بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل ومنه دائم نطلب التوفيق والسداد على بركة الله وحوضهنا. تتم الاستعداد لانطلاق شوطنا الأول لثن الفطامين من صندوق هذا الميدان، وما شاء الله وجائزة أفضل توقيت. هنا كاتب نقال من سيد سعيد بن سالم المانع، ما شاء الله. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة أيها الإخوة، انطلاقة هنا عند البداية ما شاء الله. 1200 هي المسافة، واسير هناك الى الشاهينية مع سعيد بن حليت بن سالم الهاشمي، هو من يدفع بالشاهينية الى المركز الاول النقله على ثاني المراكز. تأتي شاهينية ثانية ولا مشكورة لمحمد بن راشد الخاصون، ينتقل وياكم الى الشاهينية في ثالث المراكز مع علي بن محمد سبت السويدي، ولا المركز الرابع هناك مشكور ناصر محمد بسيل الشامسي. ها هي كانت النتيجة للمراكز، لعناها عليكم بالوفاء والتمام. مسير الى الصدارة هناك مع الشاهينية مع المركز الاول. يلا يا بن حليس، سعيد بن حليس بن سالم الهاشمي هو من يدفع بالشاهينية، ولكن وصل الغنامي، وصل الغنامي، وصل ايضا ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي مع مشكورة، ولكن الشاهينية غيرت. علي بن يمعة بن سبت السويد هي من سيطرت على الصدارة، من سيطرت على مقدمة الشوط في شوطنا الاول الرئيسي للابكار الفطمان. المسافة 1200، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهينية من تسيطر، من تستفتح الاذاعة، من تسيطر على هذه الكوكبة الجميلة وعلى المركز الاول، ولكن وصل الشامسي، وصل راعي مشكورة ناصر بن حمد بن سعيد الشامسي في اللحظات الاخيرة، والشاهينية من تخلص على هذا الشوط. تهانينا لابو حمد علي بن يمعة بن سبت السويدي، وسلام يا نبديع سلام، واسعد الله صباحكم كافه وين ما يسكن. علي بن يمعة بن سبت السويدي المركز الثاني، ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي ثالث المراكز الشاهينية، لسعيد بن حليس بن سالم الهاشمي، ما شاء الله. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. دقيقه 53 ثانيه 56 جزء الثاني هو التوقيت لمسافه 1500 متر.